هلا لا لا مش عايز انا لا الحمد لله لا مش عايز بس اي اماكن ممنوعه هبقى عايز اخشها. اهلا بيكو، واضح محمد ممدوح. لما كانت العيله بتتجمع عشان نطلع مع بعض كلنا مصيف. لا ما اقدرش اقولها، هتحبس غالبا. حلو السؤال ده قوي، يعني حاسس ان كل حاجه في حياتي حصلت مني اتعلمت منها حاجه حتى لو حاجه غلط. اكتر حاجه في حياتي بخاف عليها اهلي واخواتي. الحمد لله في ايام كتير بس اكترهم طبعا كاميليا. لما جت كاميليا ده كان يوم غريب كده مش عارف اوصفه، يعني مش عارف هو سعاده ولا حب ولا فرحه ولا ايه، يعني ربكه ولا ايه، بس كان اكتشفت ان هو اسعد حاجه حصلت لي في حياتي ان كاميليا جت. الحمد لله. اصعب حاجه عملتها في حياتي يا لا انا ممكن اقول لك ايه اصعب حاجه حصل، يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت لي في حياتي مثلا، يعني انا في قبل كده فرن فرقع في وشي واتحرقت، النار مسكت في هدومي وفي وشي وبتاع. كنت فاتح محل، بفتح محل اكل، يوم الافتتاح ضرب فيا الفرن، كنت بعمل حواوشي. اقول لك بقى دي عشان دي حاجه لا تحتمل. والله مره كنت واقف على يعني قدام عنايه مركزه، عنايه مركزه ابو واحد صاحبي صديقي قوي قوي في يعني في معزه عمي، يعني بقول له يا عمي يعني كان في العنايه المركزه، فانا واقف قدام العنايه متوتر جدا وعايزين وعايز اهدي صديقي وي لقيت واحد جاي بيقول لي ممكن صوره، فقلت له والله اصل عمي جوه، قال لي معلش معلش مش هيحصل حاجه. قلت له لا احنا في مستشفى مش يعني عيب. قال لي يا سيدي ما انا ابويا في الانعاش، ايه يعني اقعد معاك صوره؟ فايه ده بجد؟ نفسي استحمل البدل، يا هيبقى حاجه جميله قوي لو استحملت. انا بكره البدل، بكره البدل. هنزل امشي وسط الناس كتير جدا جدا، همشي يعني وفي اماكن كده هحاول اخشها اي اماكن ممنوعه اخشها. لا لا مش عايز انا لا الحمد لله لا مش عايز بس اي اماكن ممنوعه هبقى عايز اخشها. محمد ممدوح. كل انواع الاكل، لما ابقى حابب، انا ما بحبش اقعد في المطبخ خالص، انا بتضايق من المطبخ، بيعصبني المطبخ، مع اني كان عندي محل اكل بعمل كل الاكل فيه بس انا بتعصب من المطبخ. احب بقى ممكن يعني ممكن اكسر اطباق جدا كلها. خليها على الله. شكرا واضح.